خلينا ناخد على الهاتف استاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريده الوطن. اهلا بحضرتك، وازاي شايف البرامج والاليات اللي اشتغلت عليها الدوله المصريه خلال السنوات اللي فاتت في تحقيق مساله تمكين الشباب؟ اهلا بيك يا هدير، واهلا بمشاهدينك الكرام، وسعيد ان انا اشارك معاكم. خلينا نعرف ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطه في 2014 وهو يضع على عاتقه الاهتمام بقطاع الشباب، لانه القطاع الاكبر ما بين العدد السكاني او التعداد السكاني في جمهوريه مصر العربيه. وده اتضح ان في 2016 اطلق سيادته مبادره ان يكون عام الشباب، وعلى مدار 8 سنوات توالى الدعم لقطاع الشباب في جمهوريه مصر العربيه. وهستعرض مع حضرتك دلوقتي المحطات الرئيسيه اللي اتضح من خلالها ايمان السيد الرئيس بالشباب ودعمهم اللامحدود. في عام 2016 يعني خصصنا على ما اعتقد 2016 تم تخصيص مشروع الاسكان الاجتماعي للشباب، وتخصيص نسبه من الاراضي للشباب في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. خليني كمان في 2016 اصبح عام تمكين الشباب، وبناء عليه اعلن السيد الرئيس عن عدد من القرارات لتفعيل دور الشباب، ومنها البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب. صحيح. وطبعا كلنا عارفين ان بقى يعني خريجين برنامج الشباب الرئاسي توزعوا زي ما قلتي في مقدمتك على نواب المحافظين ونواب الوزراء. معلش عايز اتوقف مع حضرتك هنا يا استاذ مصطفى، مساله طبعا. انه نعد قاده وبعدين يتم توظيفهم في مكانهم الصحيح اللي يمتلك منهم الرؤيه والقدرات على انه يثبت جدارته في هذه الوظائف. ازاي ده بيعود على الدوله وعلى مؤسساتها وعلى المجتمع ككل بنفع؟ خلينا نقول ان مصر دائما ما كانت تعاني من وجود خبرات او وجود قيادات يعني يتم ترشيحها للاماكن، وتبقى القاعده اللي بيتم الاختيار منها بتكون محدوده للغايه. ان انا اجيب مجموعه من الشباب وامنحهم الدورات التدريبيه اللازمه، واصنع منهم قاده للراي وقاده للقرار في المستقبل، وبعد كده يتم توزيعهم على اماكن حساسه واماكن ذات مسؤوليه، ويتم تفعيلهم مش وجود موظفين في المكاتب وخلاص. صحيح. لا، يشاركوا في صناعه القرار، يشاركوا في اتخاذ القرار، ينزلوا الشارع يشوفوا المشكلات الحقيقيه اللي بيعاني منها الناس، ويعودوا لمكاتبهم علشان يضعوا حلول لهذه المشكلات. ده اعتقد على مدار الثمان سنوات اللي فاتت افرز لنا قاعده كبيره جدا من المسؤولين اللي هنشوفهم خلال السنوات القادمه، يعني يجلسوا على مقاعد المسؤولين في مصر، ويكون عندهم خبره طويله وخبره كبيره جدا ان هم ينجحوا في اماكنهم. اعتقد يعني بعد مرور 10 سنوات من الممارسه الفعليه للادوار اللي تم تكليفهم بيها، وبعد صقلهم زي ما قلت لحضرتك بدورات تدريبيه وبخبرات كبيره جدا، هينعكس على ادائهم الوظيفي والحكومي، وبالتالي المواطن البسيط هيستفيد من التواصل مع المسؤولين. نعود للنقطة الأولى وهي البرامج والآليات اللي حضرتك شايف أنه مكنت الدولة المصرية من النجاح في تمكين قاعدة كبيرة من الشباب. خلينا أقول كمان أن تخصيص برامج لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب دي من أهم الخطوات اللي اتخذتها الدولة المصرية، واللي انعكست على الكثير من قطاع الشباب اللي بيبحثوا عن مشروعات يعني يبدأوا بيها حياتهم. خليني اقول ان اهتمام الدوله برفع كفاءه مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه واحياء قصور الثقافه واطلاق منتدى للحوار مع الشباب كانت من الخطوات المهمه اللي اتخذها الدوله المصريه علشان تورينا قد ايه مهتميه بقطاع الشباب. صحيح. استقبال 4 دفعات زي ما كنت بقول لك ضمن البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده منذ تاسيسه لانشاء قاعده شبابيه قادره على تولي المسؤوليه في الدوله، واتكلمت انا مع حضرتك في النقطه ديت. تنظيم 8 نسخ ضمن المؤتمر الوطني للشباب، 8 نسخ انطلق اولها عام 2016 كملتقى للشباب مع مؤسسات الدوله، وافرزت عن تدشين منتدى شباب العالم في 2017، وكلنا عارفين ان حدث يعني منتدى شباب العالم دوت يعني حدث عظيم حصل على ارض مصر، وحضروا الاف الشباب من مختلف دول العالم علشان يحتكوا بالشباب المصري وتحصل تبادل الخبرات والثقافات، وشفنا مردود ده كويس عامل ازاي. صحيح. استاذ مصطفى، احتياجات هذه القاعده الشبابيه في الولاية القادمة وأيضا مسؤولياتها. أعتقد أن انتخابات مجلس النواب القادمة يعني مجلس النواب الحالي في مجموعة كبيرة جدا من الشباب ومجلس الشيوخ، أعتقد هتكون المحليات انتخابات المحليات القادمة هيترشح فيها مجموعة كبيرة جدا من الشباب المصري، وهيكبوا فرصتهم وهينجحوا إن شاء الله علشان يعبروا عن أصوات الناخبين ليهم، وبالتالي هتكون انتخابات النواب القادمة في مجموعة كبيرة أكثر من موجودة حاليا منضمة ليهم،
وده هينعكس على الحياه السياسيه اللي موجوده في مصر، وهيفز لنا وجوه جديده جدا يعني تامل بالعبور الى الجمهوريه الجديده اللي بدات يعني منذ اعلان السيد الرئيس او من ادائه القسم منذ بضعه ايام. اعتقد ان مصر تمتلك يعني قاعده كبيره جدا من الشباب قادره تلبي طموح الشعب وتلبي احتياجات الشعب خلال الفتره اللي جايه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.